告白される自信なんてないし、どうしよう。そんなの知らないよ。二人の気持ちなんてわかんないし。私、わかんない。なんでなの？السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسعد بلوشي من هيروز أوف لايف. حلقة اليوم إن شاء الله بتكون مميزة بلعبة جديدة من نوع جي آر بي جي تم إطلاقها في الأسواق. خليكم معنا، لا تنسوا اللايك سبسكرايب وانشر هذا المقطع لأكبر عدد ممكن من أصحابك. これが私の力！一気に行く！لعبة اليوم هي لعبة بلو ريفلكشن، لعبة جي ار بي جي تم اطلاقها قريبا في الاسواق. اللعبة تبدأ قصتها شوية شبيهة ببعض الالعاب الجي ار بي جي الحديثة، حيث يوجد لديك وقت للجد، وقت للعب، ووقت للدراسة. تبدأ القصة في ثانوية بطالبة اسمها هينيكو، إذا أنا مش غلطان، أنا مش ياباني. هينيكو طالبة جديدة تلتقي وتبدأ بالدراسة في مدرسة ثانوية، حيث تبدأ بالاكتشاف طريقة قوتها السحرية الموجودة لديها، وطريقة الكشف أن العالم الذي تعيش فيه ليس هو العالم الذي نعرفه نحن، حيث يوجد دنجرز أو مواقع خاصة بالشر، وقوتها الخاصة يمكن أن تقضيها. تلتقي طالبتنا الجديدة بشخصيتين توأم، يوزاكي وليمي، اللتين ستبدأ المغامرة معهما. توجد تقريبا 15 شخصية تتعرف عليهم بما يطول القصة، تشابتر بتشابتر، وكل شخصية لها قصتها طبعا الخاصة. قدرات خاصة موجودة في اللعبة بشكل جدا واضح ورهيب، نفس تقنيات الجي ار بي جي اللي هي اللعبات الخاصة بالتداور، يعني عليك بالقتال، الدفاع، استخدام سواء كانت أسلحة، طرق خاصة سحرية، قدرات خاصة لكل شخصية تعتمد عليك أنت. يمكنك تزويد الشخصية بكثير من الأشياء، وتوجد أيضا مهمات جانبية في اللعبة تساعدك على جمع وترتيب أغلبية الأشياء التي ستساعدك في اللعبة، يعني مثلا تجميع بعض القدرات الخاصة، تجميع بعض الأدوات، ملابس ستساعدك في تختيم اللعبة. طريقة القتال في اللعبة ليست صعبة، جدا سهلة، ستتعلمها من بداية أول قتال ستخوضه في اللعبة. ستبدأ بالتعود على استخدام الأدوات الموجودة في اللعبة والقتال. المؤسف في الأمر أن الدنجل أو الأماكن الخاصة بوجود وحوش، وهي بعد ما تتغير من عالم الحقيقة لعالم التخيلي الذي توجد من الوحوش والرؤساء، ليست بذلك الصعوبة التي قد تواجهها في اللعبة. اللعبة جدا سهلة، وبعض المراحل جدا قصيرة، وهذا شيء مؤسف في اللعبة. اللعبة تحتوي على جرافيك مقبول به، جميل، يعني مقبول، يعني شبيه بالأنمي، سواء كان رسومات طبعا 3D. يمكنك تنقل بشكل حر في اللعبة بدون أي قواعد، لكن مثل ما قلت المراحل جدا قصيرة، وهذا شيء مؤسف، لا يعطيك فرصة أطول بالاستمتاع في اللعبة. مثل ما ذكرت سابقا، اللعبة تتكون تقريبا من 15 شخصية أساسية في اللعبة، وهذا عدد جدا كبير. كل واحدة لها قصتها الأساسية في تلتقي فيها طبعا وتجميعها في مدرسة الثانوية، وكل واحدة لها خلفية وقصتها الخاصة. تقوم أنت بحل الشخصية وتبدأ خطوة بخطوة في عملية المغامرة والقضاء على الوحوش وحماية العالم طبعا. في النهاية حاب أقول أنها لعبة ممتعة، يمكنك تقضية بعض الوقت منها، لكن تحتوي على كثير من الحوارات سواء كانت جانبية أو الحوارات للقصة الأساسية، وتأخذ كثير من الوقت، قد تكون مملة، لكن بصفة عامة اللعبة مقبولة. يمكن لكثير من عشاق ألعاب الجي آر بي جي أن يلعبوا هذه اللعبة،
كان معاكم أسعد بلوشي من هيروز أوف لايت. أتمنى عجبكم هذا المقطع، لا تنسوا اللايك سبسكرايب وانشر أكبر لأكبر عدد ممكن من أصحابك. مع السلامة.